بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف في بيت من بيوت الله في روضة من رياض الجنة، في هذه الليلة الزهراء، ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 31 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. لا يغتر أحدكم عندما يسمع مقدم يقول علامة، لست هناك، عندي علم حتى يقال عالم وعلامة. في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الثالث من هذا الشهر، شهر ربيع الثاني سنة 31 و400 ألف من الهجرة النبوية، يفتتح هذا المسجد الشريف. جزى الله سبحانه وتعالى من ساهم في بنائه خير الجزاء، وأثابه الخير والأجر العظيم والثواب الجزيل. جزى الله المحسنين خيرا وعوض لهم الأجر والإحسان، آجرهم الله فيما أنفقوا وبارك لهم فيما أبقوا. فبناء المساجد من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن الأعمال الصالحة التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا دار رياء أو سمعة ولو كبح سقطاه، بنى الله له أوسع بيتا في الجنة. من بنى بيتا يعبد الله فيه من حلال، بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. وبناء المساجد من الأعمال الصالحة التي تلحق الإنسان بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد يدعو له، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. والمساجد مزايا فضائل،
وحسبكم أنها بيوت الله في أرضه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في الحديث القدسي: إن بيوتي في أرض المساجد، وإن زواري فيها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيتي ثم زارني، فحق على المزور أن يقيم زائره. ومعنى كون المساجد بيوت الله أي معاهد عبادته ومنازل أداء فرائضه وقرباته ومحال رحماته وبركاته ومالفات عباده من الصالحين من الإنس والجن والملائكة. والمساجد أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالمساجد أحب البقاع إلى الله لأن أساسها التقوى، وهي معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى، الصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم وتعلمه، والدعوة إلى الله عز وجل. وكون المساجد وكون الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله لأنها مواضع الغفلة والكلام الفحش والقيل والقال، والناس مشغولون بأسواقهم ببيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم. ولذلك كان ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق يضاعف أضعافا مضاعفة، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع الغفلة. وذاكر الله بالغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم، وذاكر الله بالغافلين كالمقاتل بين الفارين. ومناسبة فتح هذا المسجد، نود أن ننبه على بعض التنبيهات، والتنبيهات التي تتعلق بهذا الموضوع كثيرة، نذكر ما تيسر منها. التنبيه الأول مما ينبغي أن يعلم وأن لا يجهل، أن من أهم الشعائر التعبدية التي شرعها الله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة مع الجماعة في بيوت الله عز وجل. فجدير بالمسلم العاقل الكيس الفطن الذي عرف سر وجوده في هذه الحياة وحكمة خلق الله له في هذا الكون، والذي يحب أن ينال السعادة الأبدية، الحياة الهنيئة والسعادة الأبدية، فليحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في الجماعة في بيوت الله عز وجل، لما في ذلك من الخيرات والنفحات والبركات، لما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، التي من أوضحها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، والدعوة إلى الله عز وجل بالقول والعمل، وإظهار شعائر الله عز وجل بين عباده. فالمساجد فصلاة الجماعة تجلب المودة والمحبة والتآلف والتآخي بين جماعة المسلمين. لماذا؟ للناس يجتمعون في المسجد، يتخلف بعض المصلين يوما من الأيام، تجد عمار المسجد يسألون عنه: أين فلان؟ أين فلان؟ لم يأتي لصلاة الفجر، لم تفته صلاة الفجر في هذا اليوم، لم يأتي. تجد هذا يسأل عنه وهذا يسأل عنه وهذا يسأل عنه، أخبروا بأنه مريض، ماذا سيكون؟ هؤلاء يذهبون إليه لبيته، يعودونه، يسلمون عليه، يعودونه. تحصل بذلك ما بينهم مودة والتواصل. أين فلان؟
فلان مسافر لم يأتي. فقدوه، أين فقدوه؟ فقدوه في المسجد. لو لم يأتي المسجد صلى الجماعة من سيفقده؟ أخبروا بأنه فلان مسافر، ماذا سيحدث؟ ماذا سيكون من هؤلاء؟ يدعون له بالتوفيق والتيسير، سهل الله له الطريق وطول له البعد وغفر ذنبه ووجهه الخير حيثما كان وأينما كان. طيب، في تلك الأيام يسألون عنه، ألم يأتي فلان؟ هذا مسافر العمرة والحج، ألم يأتي فلان؟ فإذا جاء ماذا سيكون؟ يذهب جماعة المسجد إلى بيته، يسلمون عليه، يصافحونه، يسألونه عن أحواله. كيف يكون فرح هذا الإنسان؟ يحصل بذلك التواصل والتآخي والمحبة بين جماعة المسلمين. أين فلان؟ فلان في هذا اليوم من الله عليه بولد ومشغول. طيب، تجد هذا يدعو له وهذا يدعو له وهذا يدعو له. بورك له في المهوب وشكر الواهب، رزق بره وبلغ شده، أقر الله به أعينهم، يدعون له. وقد يذهب الأكثر منهم ليسلم عليه. وهكذا تكون الحال. وفي ذلك أيضا تعليم الجاهل وتذكير الغافل. كيف؟ قد يكون إنسان يجهل أشياء في صلاته، لا يحسن السجود، لا يحسن الركوع، لا يحسن مثلا كيفية القيام، يلتفت في صلاته كذا وكذا. عندما يذهب إلى المسجد ويشاهد المصلين يصلون، كيف يصلي الإمام، كيف يقوم قيام، لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولا فوقا ولا خلفا، يتعلم هذا. عندما يسجد على سبعة أراب لا ينقر السجود، يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ويشاهد هذا. قد يكون لا يحسن ذلك، عندما يشاهد مصلين يفعلون ذلك يتعلم بالفعل قبل القول. وقد يتعلم أيضا بالقول، قد يكون هو يفعل أشياء في صلاته غير صحيحة. يشاهده بعض المصلين الذين يحبون الخير يدعوه في جانب من المسجد وينصحه نصيحة ودية، أنك أنت تفعل كذا تلتفت في صلاتك والالتفات عليك والحال ولدى النهي عنه، أنت لا تقيم صلبك في الركوع والسجود، والذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا صلاة له، إلى غير ذلك. تعلم، تذكر. قد يكون الإنسان لا يحسن الاستدراك، يأتي إلى المسجد يصلي جماعة يشاهد أشخاص يأتون يستدركون، يصلون ما أدركوا ويقضون ما فاتهم، يتعلم منهم ذلك. وربما يسألهم ماذا تصنعون، يقول نفعل كذا وكذا وكذا، ومن فاته ركعة فليفعل كذا، يأتي يتكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام حيثما كان، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته. هي يتعلم في المسجد، قد يكون بالمشاهدة وقد يكون بالسؤال وقد يكون بالتنبيه وقد يكون بأي وسيلة كانت، دعوة، تعليم، علم، تعلم، تذكير، تنبيه، توجيه. هذا يكون في المسجد. إذا تخلف الإنسان صلى الجماعة، من يعرفه إذا سافر، من يعرفه إذا مرض؟ قد يموت الإنسان في بيته وحيدا ويبقى أياما، وقد حدث ذلك. حتى أتتهم الرائحة، لأنه لا يذهب إلى المسجد، إذا سئل عن طريق المسجد لا يستطيع أن يعرفها. نعم، في صلاة الجماعة تجد المودة والمحبة والألفة، وتظهر بها شعائر الإسلام. وفي صلاة الجماعة تعويل الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة، والاجتماع
دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. فلو لم تكن صلاة الجماعة مشروعة ماذا سيكون؟ لكانت المساجد مغلقة والأمة متفرقة والناس ليس لهم مظهر جماعي في دينهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته ومنته أن شرع الصلاة في الجماعة، أوجبها وأمر بها، فهذه نعمة تقابل، ينبغي أن تقابل بماذا؟ بشكر المنعم. وشكر هذه النعمة أن نحافظ عليها بأن نؤدي الصلاة الخمس بالجماعة في بيوت الله عز وجل. وفي صلاة الجماعة شعور الأمة، شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله عز وجل. فالمسلمون يجتمعون في المسجد، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم، أميرهم ومامورهم، يقفون صفا واحدا، يركعون في وقت واحد، يسجدون في وقت واحد، يرفعون جباههم في وقت واحد، يقودهم إمام واحد، القوي إلى جنب الضعيف، والغني إلى جنب الفقير، والحاكم إلى جنب المحكوم، والأمير إلى جنب المأمور، والصغير إلى جنب الكبير. فيعرف الناس بأنهم سواء في عبادة الله عز وجل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة، وفي هذا رمز إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أحسن هذا المظهر الطيب، والمسلمون يجتمعون كلهم في مكان واحد. المصلي مع الجماعة يؤدي صلاته بنشاط وطمأنينة. لماذا؟ لأن الناس بلا شك ينشط بعضهم بعضا في العبادة. والمصلي في الجماعة هو الكيس العاقل الحازم الحائز للفضيلة والغنيمة من تكفير السيئات وتضعيف الحسنات ورفع الدرجات والتعرض لكثير من النفحات والبركات والخيرات التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر من هذه الأحاديث التي تبين فضل الجماعة، ثوابها، وما عده الله سبحانه وتعالى للمحافظين على الصلاة في الجماعة. نذكر ثمانية أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا
تضارب القرعة، من الذي ينال الصف الأول؟ ولذلك حظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الصف الأول في أحاديث كثيرة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعندما رأى عليه الصلاة والسلام تأخراً في أصحابه قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حينئذ متى يجد الإنسان فرصة أن يكون في الصف الأول؟ إذا تقدم جاء في المقدمة، فضل عظيم وثواب جزيل. ولو يعلمون ما في التبكير، ما في التهجير، أي التبكير الذهاب إلى الصلاة في أول وقت لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أين أولئك الذين يؤثرون النوم على صلاة الفجر، ويؤثرون مشاهدة الأفلام والتمثيليات والمسرحيات على صلاة العشاء؟ أين هؤلاء؟ ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة خير من صلاة أحدكم، تفضل صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. من يزهد في هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل؟ 27 درجة. نعم. روى الحديث الأول والثاني والثالث ربيع بن حبيب. الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. درجات في الدنيا طمأنينة القلب والثناء الجميل واحترام الناس له وإجلاله حيثما كان على الطريق المستقيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من كاد الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالمودة والرحمة. هذا ثواب في الدنيا. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحببه، ويحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، ويحبه أهل السماء، ثم ينادي ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا مثل ذلك. الدرجات بالآخرة، الدرجات العلى في دار أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار لا يبلى شبابها ولا يفنى نعيمها، ولا يتكدر صفوها ولا يتغير سرورها ولا يتنقص عيشها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فهناك درجات، كما أن في النار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
أما الجنة ففيها درجات، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوق عرش الرحمن فردوس. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. درجات، وهذه الدرجات وهذه المنازل في الآخرة تنال بماذا؟ بالأماني. كل واحد يتمنى، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بالأماني، وإنما بيش بالإيمان الراسخ والعمل الصالح. ولكل درجات مما عملوا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من بين هذه الأعمال التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث خصال التي ذكر فيها الحديث، هذه الأعمال الثلاثة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثة الخطى إلى المساجد. كثة الخطى إلى المساجد، تخطو كل يوم 5 مرات، يعني كل يوم للمسجد، لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة يعني، وأنت تخطو كل يوم 5 مرات، كم خطوة؟ 500. عليك أن تتصدق في كل يوم 360 صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لكن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة هي صدقة. وكثة الخطى إلى المساجد، تذهب إلى المسجد في كل يوم على الأقل 5 مرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة كجلوسكم هذا الآن، يعني صليتم المغرب وجلستم في هذه الحلقة المباركة حتى تنتظرون صلاة العشاء الأخرى. هذا هو الرباط، وهذا هو من الأعمال التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط. ما هو الرباط؟ الرباط والجهاد، أي هو الإقامة على جهاد العدو. ونحن عندما جلسنا في هذه الحلقة المباركة نجاهد من؟ نجاهد أنفسنا والشيطان. فالإنسان يكون حال نفسه تجاذبه أن يخرج من المسجد ولا يجلس في مثل هذه الحلقة، يذهب هناك مسلسل، هناك تمثيلية، هناك مؤاشر، هناك إغراءات، هناك يحب يخرج من يصلي المغرب مرة حتى ما يدعو، يذهب ويجاهد الشيطان، لأن الشيطان ما راضي علينا الآن ونحن جالسين في هذه الحلقة المباركة. نعم، يعفو فيعفو التراب فوق رأسه لهدم ما بناه من أساسه، يقول وويلاه قد أضعت، أمرت بالسجود فامتنعت، ولا دمي يقال قد أطعت أوامر الرب وقد سمعت. وكل شيء يغيب الشيطان ينبغي لنا هيش أن ناتي به، لأنه عدو لنا، وكل شيء يغيبه ناتي به. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ونحن نتمنى وندعو بأن تكون هذه الحلقة المباركة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، أن تكون موجودة في كل مسجد من المساجد وفي كل يوم من الأيام، حتى يتعلم الناس أمر دينهم، حتى يتفقهوا في دينهم. فالذين من الله عليهم بالمعرفة يجلسون للناس يعلمون الناس، والباقون يجلسون يتعلمون يستمعون، وأقل شيء أنهم يتعرضون للنفحات والخيرات والبركات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.
وأقل شيء أن نتعرض لدعاء الملائكة، إن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. كفى. نعم، في كثير من المساجد أنشئت مثل هذه الحلقات، وقد استفاد كثير من الناس، تعلموا أمر دينهم، لأن تعليم الناس يكون في المساجد. أين يتعلم الإنسان إذا لم يتعلم في المسجد؟ أين يتعلم أمر دينه؟ في أي مكان؟ في السوق؟ في المزرعة؟ لا، تعلم في المسجد. ولذلك ينبغي لكل واحد الكبير والصغير وأن يأتي بأولاده الصغار أيضا حتى تكون حلقات في المساجد. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حلقات في المسجد. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم المسجد فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فجلس إليهم وقال بهذا أرسلني ربي، ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتذاكرون في الحلال والحرام، فجلس إليه ولم يقل شيئا، ثم قام إلى الثالثة وجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأمثال والأشباه عنه، فجلس إليهم كثيرا وقال بهذا أمرني ربي، ثم قال بهذا أمرني ربي. حلقات في المسجد، وينبغي أن تنشئ هذه الحلقات في كل مسجد، وعلى الأقل أن يكون بين العشاءين في هذا الوقت، يعني وقت قصير يعني ما يتجاوز الساعة يعني. نعم، الحديث الخامس، الحديث الخامس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هؤلاء السبعة وأمثالهم، ومن بينهم من؟ الرجل الذي يتعلق قلبه بالمسجد، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هؤلاء يكون في ظل عرش الرحمن في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب، يوم تدور الشمس برؤوس الخلائق ويغرق ويلقم العرق كثير من الناس، هؤلاء وأمثالهم في ظل عرش الرحمن. ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نعم، عندما ينام تكون نيته أن يقوم لقيام الليل وأن يقوم لصلاة الفجر جماعة، هكذا نيته. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر قلبه متعلق أين؟ بالمسجد، يذهب إلى الماء ويتوضأ ويتجه إلى بيت الله عز وجل، يصلي في الجماعة. نفسه تجاذبه ليخرج، يقول لا، المؤمن يحب الأجر، يحب الثواب، يحرص على الخير، يجلس في المسجد، أن قلبه متعلق بالمسجد حتى ترتفع الشمس قدر قيد رمح، قدر قام الإنسان، قدر ستة أشبار، يصلي ركعتين صلاة الإشراق. فإذا خرج لعمله، لمزرعته، لسوقه، لمدرسته، لأي مكان كان، القلب متعلق بالمسجد حتى تزول الشمس، يتجه إلى المسجد مرة أخرى ليصلي الظهر، ثم يذهب مرة أخرى، والقلب متعلق حتى يعود إليه لصلاة العصر، ثم يذهب، والقلب متعلق حتى يعود إليه لصلاة المغرب، وهو حريص على أن يجلس في مثل هذه الحلقة المباركة لينتظر الصلاة بعد الصلاة ويصلي العشاء الآخرة، والقلب مشغول متعلق بالمسجد حتى يعود إليه لصلاة الفجر. هكذا المؤمن، هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فكيف لا نربي أولادنا ونمرنهم على هذا ونحببهم في هذا ونغرس في قلوبهم حب المسجد والجلوس في المسجد والذهاب إلى المسجد والجلوس في حلقات المسجد حتى ينشأوا على هذا الحال؟ نمرنهم، نعودهم بالقول والفعل، ما بالقول فقط. يذهب الإنسان عندما يذهب لصلاة الفجر أو لصلاة العشاء يأتي بأولاده معه، إذا كان الولد نائم يوقظه من نومه وتوضأ، ما يقول لقدامك وتوضأ حتى يأتي والولد معه، هكذا يكون مرنه. نعم. الحديث السادس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشارة عظيمة. المشائين لمن؟ للمشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، خاصة الفجر والعشاء. النور التام يوم القيامة، في ذلك اليوم يوم يبعث الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس رب العالمين. الناس قسمان، فريق يخرجون من قبورهم يتخبطون في الظلمات حتى أن أحدهم لا يرى طريقه، لا يعرف أين يذهب ولا أين يذهب، ظلمة. وبعض الأشخاص يخرجون من قبورهم والنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. من أي الفريقين نريد؟ نريد أن نكون من أي الفريقين؟ من الفريق الثاني، أليس كذلك؟ هكذا. والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في قوله عز من قائل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بينما بعض الأشخاص يتخبطون في الظلمات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظالم في ذلك اليوم لا يرى طريقه، ظلمة، لأن الظلم يكون سببا للظلمات يوم القيامة. هكذا. طيب، والذين يذهبون لصلاة الفجر وصلاة العشاء يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالنور التام يوم القيامة. الحديث السابع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، ينتبه كل واحد منا لقوله عليه الصلاة والسلام: يدرك التكبيرة الأولى. يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
كثير من الناس اللي كانوا حريصين على هذا، بل إن لا يؤذن المؤذن إلا وهم في المسجد، كما قال بعض التابعين لم يؤذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. هذا عرف على كل حال سر وجودي في هذه الحياة، وعرف حكمة خلق الله له في هذا الكون، وعرف يعني وظيفته في هذه الحياة، وعرف أن هذه الحياة حياة فانية مزرعة للدار الباقية. يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان وبراءة من النار، براءتان براءة من النار وبراءة من النار. الحي الثامن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من يزهد بهذا الفضل العظيم؟ من يزهد بهذا الثواب الجزيل إلا من كان محروما؟ المتخلف على الجماعة بغير عذر، لكل حال عاصٍ لله عز وجل، كسول، محروم من الخير، يتثاقل عن صلاته، تجده يصليها بكسل وإسراع، ينقر صلاته نقر الغراب، وربما أخرها عن وقتها، وذلك هو الخسران المبين. فحال هذا شبيه بحال من؟ بحال المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كيف يتجرأ إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة والله سبحانه وتعالى أمر بها في حال الشدة، في حال مواقفة، في حال الحرب، مواقفة الأعداء، في حال ترقب هجوم الأعداء، والله سبحانه وتعالى أمر بها في ذلك الوقت الحرج. فأمره سبحانه وتعالى بالصلاة في الجماعة في هذا الوقت الحرج دليل على أن صلاة الجماعة من أهم الواجبات. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، والتي تبين أن التخلف عنها والتهاون بها من صفات من؟ من صفات المنافقين. وهناك أحاديث كثيرة نذكر منها بعض. الحديث الأول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه الربيع بن حبيب بن موسى. والحديث الثاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يتبعه فلا صلاة له إلا من عذر.
من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. الحديث الثالث عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائل يقولني، إنه ليس لي قائل يقولني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء، ولم يكن يعتبر العمى، ولم يكن يعتبر العمى، فالفاتح البصير أولى وأحق. أجوز من فعلها إذا انطلق. الحديث الرابع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. الثالث الرابع الخامس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزما من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إنسان المسلم عندما يسمع صفة من صفات المنافقين يشمئز منها، لا يحب أن يتصف بها أبدا، أليس كذلك؟ لو سئل أحد هل تحب أن تتصف بأدنى صفة من صفات المنافقين ماذا سيقول؟ لا، يشمئز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد المنافقين بما توعدهم في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقال فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. منافق. الحديث السادس عن ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. السابع عن مالك بن حويذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. أمر، والأمر الوجوب. الثامن عن أبي محذورة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يكفي، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحينئذ المتخلي عن صلاة الجماعة متصف بصفات المنافقين، لكل حال مهمل لصلاته، محروم من الأجر والثواب، متصف بصفة المنافقين. صلي في بيته، أكرام، متصف بالنساء، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نختم الدرس بأربعة أحاديث تختص بصلاة المرأة في المسجد. الحديث الأول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفيلات، أي غير متطيبات ولا متزينات. لا تمنعوا مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفيلات. رواه أبو داود. الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري. الرابع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. ونختم الدرس بفائدتين. الفائدة الأولى في الأشياء التي تبيح للمسلم التخلف عن صلاة الجماعة، الأعذار. الفائدة الأولى في الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة. والفائدة الثانية في اشتراط اقتداء الماموم بالإمام. الفائدة الأولى في الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو حر أو برد شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف ينبورر بالإكرام، والعيش ينحور للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه، أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاه، ونحو جبار يرى اتقاه، ومن يكون لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرمة. الفائدة الثانية والاقتداء بالإمام فيها، يشرط فيه نية ينويها، وهكذا من شرطها لا تنزل صلاة من كان إماما مثلا. والاقتداء بالإمام فيها يشرط فيه نية ينويها. إيش قال؟ نعم. وهكذا يشرط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم، كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها، فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر وخلفه فلا يصح أن يصلي الظهر
قال فالإمام يصلي العصر كذلك حكم سائر الفروض فالاتحاد فالشرط الاتحاد للمفروض كذاك كذاك فيها تشرط المتابعة فكل ما قد قال شيئا تابعه وهكذا وهكذا من شرطها المساوقة لا 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 يصحبنه ولا يسابقه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والخير والبركة والتسليل والتأييد والفوز والنجاح والصلاح والفلاح ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.